في حاجات بتعدي عليك صدفة وحاجات اتقالت مرة هاخد من وقتك حبة. اسمعني هقولك معلومة تهمك ايا كان سنك، صدقني معاك هتكون فارقة. معلومة تفيدك تنور لك عقلك ايا كان سنك، تعالى وانا اقولك معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم اف ام. معلومة مش عامة. السلام عليكم. وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ان برنامج معلومة مش عامة في الموسم الرمضاني التاني دي هنحاول فيه نقدم معلومة مش متداولة، هنحاول نستكشفها، نعرف أصلها وفصلها، هنبحث في كتب التاريخ عن حكايتها وهنحكيها لحضراتكم، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. خلونا في الحلقة رقم 28 من معلومة مش عامة في رمضان 2024 نحكي عن معركة توشكا. هنا حد من ناسنا وأهلنا ممكن يقول معركة بقى اقتحام صحراء يعني واستصلاح أراضي وكده؟ أقول له لا خالص، دي معركة حقيقية حصلت بالبنادق وبالمدافع كمان، وخلونا نحكي تفاصيلها واحدة واحدة. بص يا سيدي، معركة توشكا دي حصلت في 3 أغسطس سنة 1889 للدفاع عن حدود مصر. كانت بعد 7 سنين بالضبط من احتلال الإنجليز لمصر، كانت بين القوات المصرية ومعهم قوات الاحتلال الإنجليزي من ناحية، والناحية التانية قوات واحد اسمه عبدالله التعيوشي، وده كان شخص بيحلم بالخلافة مش بس على السودان، لا ده كان حالم بالخلافة على كل الدول الإسلامية، حتى كان من أحلامه إنه يفتح مكة، أنت متخيل؟ طيب القصة بدأت إزاي؟ أقولك القصة بدأت بواحد في السودان اسمه محمد أحمد الدنقلي، وده اتشهر بعد كده بالمهدي. المهدي ده كان بيقول إن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على اتصال مباشر بيه، وإنه بشره إنه هيفتح مكة وبعد كده المدينة وبعدهم بقى القدس، ومع الوقت بقى ليه أتباع كتير في السودان. بس الوقت ما أمهلوش يكمل لأنه اتصاب بحمى التيفويد ومات. اللي مسك مكانه أو خلفته كان عبدالله التعيوشي ده. المهم التعيوشي ده كان ليه أفكار غريبة، منها مثلا إنه جه على قبر المهدي في أم درمان في السودان وعمل قبة موجودة لحد النهاردة، وبعدين قال للناس يزوروا الضريح ده بدل الحج للمسجد الحرام في مكة كأنه كعبة تانية. بس مش ده اللي كسره، لا اللي كسره إنه قال إنه هينفذ حلم المهدي بإنه يضم كل الدول للخلافة المهدية، ومن سوء حظه إنه قال إن هبدأ بمصر وبعد كده يبقى يكمل بقى على باقي الدول. وبالفعل جهز جيش وكان بيقوده واحد اسمه عبد الرحمن النجومي. المهم أعداد جيش النجومي ده كانت 13,000 جندي، كانت أضعاف القوات المصرية. قوة الدفاع المصرية وقتها كانت 4,000 جندي بس، لأننا تحت احتلال، وكمان الخديوي توفيق كان ألغى خالص الجيش المصري قبل كده. طيب إزاي بقى رجع الجيش المصري مرة تانية حتى لو بأعداد ضئيلة جدا زي 4,000 جندي دول؟ أقول لك، خلونا نحكي حكايتهم بس بعد دقايق بمشيئة الله. معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم أف أم. معلومة مش عامة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني من الحلقة 28 من معلومة مش عامة في رمضان، ومعلومة معركة توشكا اللي شارك فيها الجيش المصري ب4,000 جندي وصد جيش المهدي وعبدالله التعيوشي السوداني، والعدد كان قليل لأن الخديوي توفيق زي ما اتفقنا كان ألغى خالص الجيش المصري مش محتاج ليه، لغاية ما جه تاني سنة السير فالنتاين بيكر الإنجليزي وقال مش هينفع بلد تكمل من غير جيش، أم شكل جيش عدده 6,000 جندي. 6,000 جندي رغم أن الجيش المصري أيام محمد علي باشا كان 236,000 جندي. علشان كده عدد جدود مصر اللي راحوا يدافعوا عن حدودها الجنوبية ضد قوات عبدالله التعيوشي كان قليل، ورغم ده برضو قدرت القوات المصرية ومعها قوات رمزية جدا من الإنجليز، وكمان انضم لينا مجموعة من الجنود السودانيين من جيش النجومي اللي تبع عبدالله التعيوشي، وهنا قدرت القوات المصرية أن هي تهزم قوات التعيوشي ده في معركة توشكا. قتلت منهم 1,200 جندي، وكان منهم عبد الرحمن النجومي نفسه قائد جيوش المهدية من السودان، وكمان أسرت 4,000 جندي تانيين، وكان منهم ابن عبد الرحمن النجومي نفسه. ومن اللحظة دي، لحظة انهزام جيش النجومي وخلفته عبدالله التعيوشي على إيد القوات المصرية، كانت بداية النهاية للدولة المهدية في السودان. ومن الغرائب إن ابن عبد الرحمن النجومي قائد جيوش المهدية اللي قتلته القوات المصرية وهي بتدافع عن حدود مصر عند توشكا، ابنه ده
راعته الدولة المصرية، اتعلم هنا في مدارسنا، دخل الكلية الحربية المصرية أو اللي كان وقتها اسمها المدرسة الحربية، لغاية ما بقى في رتبة لواء، ومش أي لواء، ده بقى قائد الحرس الملكي، كبير اليوران في عهد الملك فاروق، اسمه اللواء عبد الله النجوم. ودي كانت معلومتنا اللي مش عامة النهاردة في الحلقة رقم 28 من الموسم الثاني للبرنامج في رمضان. بكرة بمشيئة الله نقابل حضراتكم في معلومة جديدة لكنها مش عامة، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. تحياتي كمال ماضي، سلام عليكم. معلومة مش عامة، كنتم مع معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم FM. معلومة مش عامة.